التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات. تمام يا فندم. عميد أركان حرب محمد صلاح محمد قائد الفرقة 21 المدراة اعتبارا من 1/1/2020 استأذن سيادتك في تقديم التوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل منطقة الاصطفاف. تفضل يا محمد. نقطة المشاهدة النقطة 226 علم نبيوة اتجاه الشمال في اتجاه تأشير السهم الأحمر وعلى امتداده. أهم الطرق على يمين نقطة المشاهدة وعلى مسافة 20 كيلو متر طريق المشيفة السلوم بطول 120 كيلو متر. على يسار نقطة المشاهدة وعلى مسافة 27 كيلو متر طريق مطروح السلوم الساحلي بطول 218 كيلو متر. أمام نقطة المشاهدة وعلى مسافة 1 كيلو متر طريق براني المشيفة بطول 47 كيلو متر. تصطف بقاعدة براني العسكرية الفرقة 21 المدرعة ومعها قوات الدعم بإجمالي 714 ضابط 5154 درجات أخرى عدد 1067 معدة ومركبة أنواع منهم 697 معدة جنزير و370 مركبة عجل على ثلاثة أضلاع. في اتجاه السهم رقم 1 وعلى امتداد شعاع البيارق المميزة باللون الأخضر وعلى مسافة 200 متر تصطف وحدات الدفاع الجوي. في اتجاه السهم رقم 2 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الأحمر وعلى مسافة 250 متر مدفعية الرمل غير المباشر. في اتجاه السهم رقم 3 وعلى امتداد شعاع بيارق المميز باللون الأزرق الفاتح وعلى مسافة 300 متر اللواء الأول مدرع وعناصر دعمه. في اتجاه السهم رقم 4 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الأصفر وعلى مسافة 300 متر اللواء 18 المشاة الميكانيكي وعناصر دعمه. في اتجاه السهم رقم 5 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون الأزرق وعلى مسافة 300 متر اللواء 14 المدرع وعناصر دعمه. في اتجاه السهم رقم 6 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون البرتقالي وعلى مسافة 250 متر مدفعية الرمي المباشر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. في اتجاه السهم رقم 7 وعلى امتداد شعاع البيارق المميز باللون البنفسجي القوات الخاصة قوات المظلات وقوات الصاعقة. تم تأمين منطقة الاصطفاف طبقا للتعليمات والأوامر المستديمة الفرقة 21 المدرعة ومع قوات الدعم جاهزة لتنفيذ أي مهمة يا فندم. شكرا يا محمد. شكرا. أوامر يا فندم.